هاي الأشياء اللي الآن تشوفوها، عمليات الاغتيال، عمليات التصفية لعلماء الدين، هذه مو جديدة، هذا من قديم، هذا منطق السياسة المنحرفة، أنه واحد يقول أنا لازم أقعد على هذا الكرسي. تصفية واغتيال هذا المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد الصدر رحمة الله عليه، ومن قبله آية الله البروجردي وآية الله العظمى الغروي رحمة الله تعالى عليها، هذا كله يدخل ضمن هذا الإطار، أنه الظالمين يريدون أن يحكموا، بعد لا يهمهم شيء من قتل وتصفية وإبادة، مو مهم أحيانا والعياذ بالله. حتى إذا واحد مو حاكم، هو هذا يصير منطقه في علاقاته، في أموره، علاقاته تحكمها معادلة المصلحة. أنا أروح إلى قرايتك حتى تجي إلى قرايتي، أنا أكرمك حتى تكرمني، أنا أحترمك حتى تحترمني. هذا شنو معناته؟ معناته فكر مصلحة. حتى الأخلاق يمكن أن تكون أخلاق مصلحية مو لله سبحانه وتعالى. هذا الشيء مو جديد، هذا منطق السياسة المنحرفة، ومنطق الذين ينظرون إلى الدنيا من خلال المصلحة والمنفعة. أما المؤمن فهو ينظر إلى كل شيء من خلال الدين، يشوف دينه شنو يقول له يسير وراء ذلك الشيء. لذلك أحيانا المؤمن يتخذ مواقف عجيبة. في سورة البقرة يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، أصحاب المصالح ينظرون إلى المؤمنين نظرتهم إلى سفيه، لأنه يفوت مصالح لأجل دينه، ولكن ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.